يقول فضيلة الشيخ: هل من محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه؟ وهل تكون هذه من المحبة؟ وما هي شروط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل، وتابعة لمحبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل. محبة الرسول تقتضي اتباعه والعمل بسنته، أما الذي يدعي أنه يحبه ويحدث البدع ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. يقول ابن القيم: لو كان تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فالذي لا يتبع الرسول وهو يقول إني أحبه كذاب. فمن علامات صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول مشايخه أو قول متبوعيه أو حزبه أو جماعته، وإنما يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه علينا الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة.